ويعتبر الشيخ عبد الله خليفي أول من جمع المصلين على صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان خلف إمام المسجد الحرام، فبدأها بعدد يسير من المصلين في حصوة باب السلام جهة بئر زمزم، ثم تزايد العدد يوما بعد يوم، وكثرت الصفوف من صف إلى صفين إلى ثلاثة، حتى أصبح من يصليها خلفه بالآلاف، ثم شاركوا فيها باقي الأئمة، واستمرت تقام هذه الصلاة في العشر الأواخر من رمضان كل عام حتى وقتنا الحاضر. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واعدنا من